اي اي خالد اي اسبل نسو فيها هاد اللعيبات نسو فيها هاد. السلام عليكم اخوان، تحيه لكم، مرحبا والف مرحبا، صلوا على رسول الله السلام، تحياتي لكم. تسنوا ديك اللايك وتابعونا عندنا الاخوان. خوتي راه درنا العمليه خوتي ديال الفضق، وبالنسبه للناس كاملين اللي فيهم الفضق وخايفين من العمليه، تنصحهم اخويا يديروا العمليه، راه ماشي شي حاجه صعيبه، سهله عادي. وانا ننصحكم لك حتى تخلص 2 مليون في المغرب باش دير العمليه، والعذاب والمصاريف والسبز. اللهم انا ننصحك تجي للبرازيل اخويا دير العمليه، كلشي فابور حق الله. انا غنوريكم من الاول حتى الاخر، راه باقي الله وصلت اخوتي، ما خصنيش نبقى ندير واحد الضغط على كرشي، غنمشي نتكا وشي دعاوات الخير. الله يرحم لكم الميمه ديالكم لما تدعوا معنا ديال الخير، الله يخلي لكم والديكم شي دعاوه ديال الخير في سبيل الله. الداعيتي مع اخوك المسلم بالخير تلقى الخير، الله يعزكم، الله يشافينا يا ربي. ودابا الاخوان انتم تشوفوا معايا، شكرا لدوله البرازيل على هذا الشيء كامل، شكرا لهم التعامل وكل شيء. دابا اخوتي راه باقي الان تساو لي واحد العيبات، ها هي باقي اللعيبه هنا، ها هي فين، ها هي هاك شتا، ها هي داك الصم فين فتحت اخوتي، وهادي راه كندير لي السيروم وداك الشيء، وهادو فين كانوا داير لي باش عاد ملي دير العمليه تيدير لك واحد اللعيبات هنايا بزاف، انا نحيدهم قدامكم اخوتي. ها الوالده مسكينه مشطونه باقا تصوني عليا، الله يخليكم والديكم في هاد النار، الوالدين هما كل شيء، الله يعزكم. وشكرا دولة البرازيل اخوتي على هاد الشيء كامل اللي دارت معانا. انا نوريك اخوتي، ما خرجت من البلاصه مع ساليت العمليه، لقيت واحد الساعتين ومع 3 السوايع بما نفقت من البنج. مني نفقت اخوتي من البنج، شو اخوان فينا ما نفقت من البنج الاخوان، هانتوما الدوايات اللي عطاونا كلشي فابور. الله اخوتي لات شو شحال الدوايات، شوف كلشي فابور. لا من اول راه باش دير العمليه راه ماشي ساهل، راه خاصك ليها شي 6 تحاليل ولا 7 والطبيب يشوفك باش الله يماركو. هانتوما الاخوان، غنحيد لكم اللعيبات اللي نساونا، نحيد حداكم اخوتي، نحيد اخوتي الجاكيطه شي نساو فيا هاد اللعيبات، نساو فيا هاد العلامات، تحط صدفات تحطهم هنا واحد الخيوط هذا فيهم حمار وخضر باش تكون دير العمليه تحطهم لك، واش فهمتوا؟ هانتوما الاخوان، تعاونوا معنا بالشفاء، الله يخليكم والديكم، الله يخليكم والديكم الاخوان. وبالنسبه للناس اللي غيخسروا 2 مليون، مزيان المغرب راه يدوزوا لك عمليه مزيانه وداك الشيء، في المغرب حتى المغرب يدوزوا لك عمليه مزيانه وداك الشيء، غير هنايا فابور. الدري قال لي يخسر فيها شي 1.5 مليون وسيري وجي وسيري وجي، هنا يا خويا داك الشيء فابور، من تحليل من كل شيء من الدواء، الدواء اخوتي والله تا فابور هادو. ودعوا معنا بالشفاء، الله يخليكم والديكم الاخوان. هذا هو السبب اللي خلاني خرج من المغرب. بالنسبه للناس اللي تقولوا لي شنو اللي خلاك تخرج من المغرب، لا اخويا الاول سبب هو هاد الفضق هذا، ما كنتش عارف ان فيا الفضق، عارف فيا من 2016 وعايش به وما كنتش عارف ان فيا، فهمتوني اخواني. هاد عافيت دابا يومين ضعافيت، علاش ضعافيت؟ لان اخوتي مابقاش ناكل الماكله اللي كنت ناكل عادي، متقويش على راسي فهمتوني. ومن هنايا ملي غتجي سويندرا الاخوان غنحيد هاد الشيء وغنداوي الضوء الاحمر وندير سبارادرا وتشوفوا داكشي كامل بعينيكم اخوتي. انا اخوتي في 2016 جاني هادشي، خرجت من المدرسه ما بقيتش حامل كاع نريح في المغرب، لان اخويا كاين بنادم يتبعك على صحتك على كلشي صافي. المناظره في هاد العام ونص ما عرفت عام في المغرب، يسر الله جيت اخوتي للبرازيل، ما كنتش عارفه في المغرب، ما عرفوش ليا، وفي البرازيل ما عرفوش ليا، لان الفضق هذا جاني فوق المعده وتاثر على الفضق، هذا الفضق اللي تيجبوك المعده تاثر على المعده، تاثر على المعده، ومن تاثر على المعده تاثر لك على المصارن، حيت الماكله ما تبقاش هبط مزيان وكلشي، وتاثر لك على المصارن، تيجيك القبط ويجيك كلشي. بالنسبه للناس اللي الله يشافي الجميع، دعوا معنا بالشفاء، الله يخليكم والديكم، الله اخويا الدعم مع اخوك بالشفاء والدعم معاه بالخير، يعطيك الله الخير. صافي الاخوان، اش وقع؟ كان تيسحب ليا فيا المعده، وانا ما كانش تيعرف ليا، ماشي مرة تقريبا شي 7 مرات ولا 8 مرات في المغرب، وانا تنخسر الفلوس تمشي ندير التحاليل وتيخرج ليا والو، حتى جيت البرازيل حتى هما ما عرفوا ليا والو، لان تنمشي عندهم تنقول لهم تنشكي عليهم بالمعدة،
هافي المعده بغيت ندير الكاميرا لداخل نشوف شنو هو فيا، واش ميكروب واشنا هو. داز عليا كحله معلم في المغرب، كانت يسحب ليا راه واكل توكال، وكانت يسحب ليا راه ما عرفت شنو واقع، وكانت تشدني القنطه لان هذا المرض ديال المصارم داك الشيء. حتى دابا شي 6 شهور اخوتي يسر لي الله، من تيبغي لك الله الشفاء راه تيبغي لك، ولكن راه عايش بيه 6-7 سنين وانا عايش بيه هذا الفضاء هذا، ولكن ما كنتش عارفه حتى مشيت عند هذيك الطبيبه. كيف شفتوا اخوتي خلوني نجي سويندرا داوي ليا هذا الشيء ونعاود لكم اخوتي من الاول حتى الاخر، وقدامكم غنداويو هذا الشيء لان راه يومين بقى ما حيت لا فاطمه من العمليه. دعوا معنا بالشفاء، الله يخلي لكم والديكم واخواني. يلا بقوا معنا بمجرى سويندرا هي اللي تتقاد معايا، بقوا معنا. Porque quando eles colocou eu tava sangrando. Ó. Esse aqui ainda dá pra pausar, ó. Ah, tchuma chute, yach. Tchara garzun, yad msaché, tchou yachalul yabzev, bote. Uau. Ai! Ai, chadai! Asbel! Solta. Espera, eu vou tirar sozinho. Eu vou rasgar sua cara. Eu vou tirar sozinho, não puxa, não. Não é brincadeira isso. Oh, é. Nossa senhora. Abre, abre do outro lado, abre do outro lado. Você vem puxando a cabelo, tá... abre do outro lado. Eu sei que eu tô fazendo. Olha, a rua é assim, Daddy. Não. Olha, machuca, não. Aqui, já não. Tá chegando, olha. Não. Ó, já tá chegando. Não, ó. Mas... Ai, já tô nas rodas, tá ali, dertinha do Tajis. Solta, Zinho. Psrota. Bajuti, ia ver, já teria vzgab. Ui, tá de jor. Nossa, você é pior do que criança. كريانسا قالت لك كريانسا قالت لك اكثر من الصغار اكثر من الدراري اكثر من الاطفال قالت لي تشكي اكثر من الاطفال سي نونك اوبيرو انا سوا فيدا انا بريميرا لا ما يسبوسي كير كي فازي اوكي بس كي كي غريتا كي زين برا لافا تين كليمبا تابا كولوكا ليمبا الا تا ليمبا اي واي توما بانيو بوركي توما بانيو باسا اغوا كينتي خوتي راه غات ندوش باسا صابونيت برا ديزينفيكسيونار Depois nós vamos pôr aquele dali. E lá, eu te enduxo. Eu enduxo um tlaca com a minha tecida. Eu direi a dar giz. Estou de jorra, de jed. Zgab. Chalete, minha chuia. Estou com a minha. Estou com a minha tecida, minha chuia. Eu vou fazer agora. Lá, fadkum, não me dê. إلى ما دعوا معنا بالشفاء، الله يخلي لكم المهمة ديالكم، كل شيء كتب اللهم شافينا وشافي جميع المسلمين، يا رب. هو أحسن دواء هو هذا. اللي تندير ديما. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشف الشافي لا شفاء الا شفاء وسقم اللهم اشف الشافي لا شفاء الا شفاء وسقم اللهم انا بالشفاء الله يحفظكم اخوتي نمشي ندوش ورا جايب لي مناط ونجيب لي الام هذه اخوتي حيت البيل سوين دراوية تشوف ظهري تدخل عاد قالت لي ناري قلت لها مالك قالت لي شحال من طبه في ظهرك وترى ضربوا لي هذه اللي عقلت عليهم شي ست البراوات اللي تخشوا لي في ظهري ست ما بقيتش عقلت على راسي تلقيت راسي مخيط محطوط خوتي دعوا معنا الله يخليكم المهمة ديالكم والله يحفظكم في هذا النار من القلب دعوا معنا بالشفاء لا خوتي ما خاصنيش كان بارطاجي هادشي ولكن خوتي نعرفوا ناس طيبين الله يحفظكم بلاش دويشة بقات معايا بقات هذا دوشت ترها لا ما تصوين دارت لي الضجيج اخويا قالت لك انا كريطينة هي دارت عملية تقريبا شي 6 شهور دابا مرات دارت السيليكون وما عرفتش صدرها سوين درا يدري ويش جات لقدامكم بدات تلبس فيا ترى خطيرة يا خويا ما كان راه انا درويشة وقلبي زوين شا ما عنديش القلب راه تدفع بحال تدفع بصلة باك فو بور نيغوس اه يا سيدي دعوا معنا بالشفاء الله يخلي لكم والديكم هذه راه صفاتها لي هذه قوم الله يشافيكم ويشافي الجميع اللي مريض الله يشافيه هاك شدي هيك نوريكم اخوتي المقاتلة كيفاش نطلع انا الخياطة الخياطة ها هانتوما ترى بزاف صغيرين راه جرافكم ابو سينتا الله يحفظكم لما تدعوا معانا الله يخلي لكم المهمة ديالكم الله يحفظكم الله تيبغي لك اخوتي هاد الشرفية من 2017 قبل ما نجي للبرازيل انا هادشي غير كتم عرفتي كره ما كرتش فيا هادشي كره كنت قداش
ولكن الحمد لله مربي دابا نتشافى ودابا كلشي نسى. شتي علاش هربنا من المغرب اخوتي؟ شو شعري ولا قداش؟ شتي علاش هربنا من المغرب خويا؟ راه ما كنت فيا لا بليا لا والو. بنادم يشوفك غير بنادم يشوفك غير من بلي ما والو يتبعك على صحتك اخويا. ولكن تحياتي لكم. زفاي كيما انا كي كيما زين بلا نور خويا غادي ليا الضجيج ناري غير يحرقني. بسم الله بسم الله بسم الله ما 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 كده غيسحبوا شي حاجه يوتيوب سكي يودو نوب نوبو نري خويا هاد السيده حماقه هذه انتما دير لي دابا هاي دارت لي البيضادين دابا غدير هاد اللعيبه ولا تديرها انتما مقاتله مع راسها وين ضر راسها بحال السطله غير هي متتحش قالت لك انا فتحت اكثر منك Daqui a pouco eu vou, entendi, ó, entendi, como vou entendi, eu estou fazendo um vídeo. Dá pausa. Gati, eu vou dar a Hulk. Gati, eu vou dar a Hulk. Ela se corta. Nossa senhora, você, eu vou te contar. Aqui também, aqui. Não precisa, aí não precisa. Para não entrar frio, eu mando o resto da Arafa, hoje, mas liberto bem de rolos. هاي صافي قالت لي انت تشبه المراه حامله على غت ولكن راه عرفت كوانتو por isso que nós mulheres somos forte que a gente dá luz leva vários pontos قالت لك e não fica com essa manha que nem você tá قالت لك اللي هذا حنايا العيالات اقوياء حنا حنايا تندوزو مع هي فاتحه الكرشه هي والده من الفتاحه والده بالفتاحه اخوتي هاتي وراتني كرشة ترى واحد من هنا تن هنا كوانتوس فوسي بونتوس بونتوس هي غرزة يا خوزي انا 13 بونتو نا ميا سيزار 13 13 فوسي ليفا 13 غرزة اللي دايرة في كرشة مني كانت بغات تولد تا بزاف دابا اخواني غنعاود لكم على النهار اللي وقع لي هادشي كنت اخوتي تمشي للمدرسة ما عليا ما بيا كنت اقرا اخوتي في المدرسة ديال بدر حي الحساني في كازا في الثانوية خوتي في واحد اللحظة كنت مقاتل بانني اخويا نكملوا غير الباك ولكن اخوتي صدقت اخوتي مريض خرجت قبل ما نوصل قبل من الدوره الاولى وقام بدات حتى الدوره الاولى الله بدات بشي شهر ونهار صافي الاخوان شداتني ديك المرضى شداتني المره الاولى بحال تنحس بشي جرح مابقيتش قديت نزيد بحال شي شارف شويه ولا اخوتي تخرج مني داك الشيء بحال الماء مصارني قلت لك مع الشوقع هذاك الشيء علاش مشى للطبيب تنقول نمشي ندوز على مصارني شويه على معدتي ولا فيا لا معده لا مصارن غير هي الفضق وما كانش يسحب ليا فضق الا جاكم اخوتي الجرحه حسيتو بها فوق المعده فوق البوط لا كان فوق البوط لا كانت الجرحه فوق البوط عرف اخويا راه ماشي المعده اللي اللي ضارك ولا مصارن عرف ان راه فضق الا مشيتي دوزتي على المعده وما لقيتي والو ولا مصارن ما لقيتي والو فلقيتي تحس بشي جرحه فوق فوق البوط عرف ان اخويا راه فضق ديال المعده صافي الاخوان شديت ضغط بيا الدنيا مشيت شي 6 مرات 7 مرات وانا نمشي عند الطبيب تنخلص فلوس وما تيقولوا لي ما فيك والو صحاح صحاح وانا راه اخويا ما قاد تنزيد صافي مشيت خرجت من المدرسه مريض وتندفع في كروسه راه حفظني الله يا خويا راه الله اللي معايا ما فهمتش تنخدم من وراها طاحت لي فكره انني نجي للبرازيل حقت انني نبقى مريح في هاد البلاصه لان بنادم يتبعك على صحتك الا شافك ما تدير لا بليا لا والو يشوفك على خير وما داير لا بليا ولا والو وراه ما تيسحابش لي راه كاين اللي ما تيدير البليا تلقاه قدو قداش ماشي هو هذاك الشيء صافي شتاتنا يا خويا زيت اخوتي خدمت بقيت خدام واحد العام تنخدم صافي استسلمت ملي تمشي للطبيب وتنقول لي تمشي تدوز عند الطبيب وتقول لي ما فيك والو صحيح ما فيك حتى شي حاجه تبارك الله مشينا ما عرفت فين مشينا درنا الماء شنو هو درنا حاجه واحده اللي تخليني نرتاح هي الصلاه والدعاء حتى انا واحد النهار اخوتي حتى دخلت الفيسبوك تلاقيت اخوتي واحد الجروب ديال البرازيل مغاربة البرازيل شي قديمه مبقاش دايرو كان الادمين ديالو واحد الدري الرجوله راه ولا ديال الرقيه دابا هذاك من الناس النقايا صافي دخلت مني دخلت اخوتي شنو درت زيت اخوتي اللعيبات ديالي وانا نتوكل على الله بقيت خدام جمعت اخوتي مليون ديال الطياره شويه 100 مليون 40 الف صرفتها
كديت الباسبور تيسر كلشي الله مني. انا بقيت نطلب الله ما بقيتش باغي نريح اخوتي فواحد البلاصه اللي انا ماشي في دارنا ماشي راه دارنا ما تهضرش على دارنا راه ما تهضرش على الناس الدراري ديال الدرب عندنا ما تهضرش عليهم كاملين ما تهضرش عليهم فهمتيني غير اخوتي راه بنادم تابع خايبه صافي يسر الله. جيت البرازيل جيت البرازيل جيت اخوتي حتى هي نفس الحاله قلت واقيلا راه غيعرفوا لي مرضي مشيت تنقول لهم ضراني المعده تيمشي تيدير لي ورقه تيصيفطني تحاليل غير هي في المغرب في الفلوس وهنا في البرازيل فابور. في المغرب ملي تتمشي دير التحاليل التلفازة خاصك 250 درهم 200 درهم باش دير ديك التحاليل هنا وخاصك الدواء هنا في البرازيل بقاتها ساهله تنمشي تيدوزوا ليا تيشوف ليا الطبيب تكتب ليا ورقه تيصيفطني من بعد 15 يوم ولا 10 ايام ولا سيمانه تيصيفطني ندير التحاليل. ملي تندير اخو التحاليل فابور اللي كنت نديرهم في المغرب 250 درهم 200 درهم هنا فابور تعطوني الدواء تنمشي تيدي والو. ملي تمشي ندير التحاليل الطبيب اللي هذيك اللي تيدير لي التحاليل تقول لي تبارك الله ما شاء الله ما فيك والو وانا اخويا مريض وغنموت تقول لي ما فيك والو. دازت اخوتي ليام لكن انا اللي كنت نحس براسي كنقول هذا الشيء ماشي حاجه هذا الشيء انا اش كنت انا اش قلت واقيلا شي جريحه لداخل ولا في المعده ديالي طايبه واقيلا قلت واقيلا المعده طايبه. مشيت اخوتي المره الثانيه الثالثه وانا نقول مشيت عند الطبيبه قالت لي هاتا سير بغات تصيفطني نفس اللي صيفطوني الاطباء اللي قبل منا. قلت لي لا بغيت ندير الكاميرا هادشي راه 6 شهور انا 6 سنين في البرازيل ونص ما كنتش صافي استسلمت اخوتي وليت تنصلي وتنطلب الله هو اللي يدير شي حل صافي. من استسلمت تدا شي 6 شهور دابا قلت اجي نمشي للطبيب ضروري راه تكون هادشي ماشي عادي هادشي. مشى الطبيب ونحاول نقول لهم يديروا لي يديروا لي الكاميرا ما يقولوش يصير دوز هذا التلفازه فقط حيت الكاميرا تقدر تشوف. مشيت عند الطبيبه دخلت عندها بغات تماركي لي حتى نفس البلان قالت لي قول لي اول حاجه شنو هو دارك. قلت لها شوفي انا جيت هنايا تيديروا لي غير التلفازه وما حتى التلفازه تخرج بانني صحيح صحيح ما في حتى حاجه وانا مريض. قلت لها الله يحفظك الا ما كتبي لي غير كتبي لي بغي كتبي لي ندير الكاميرا حيت راه انت اللي غتحكمي باش يقدروا يماركوا لي في الكاميرا عارف الكاميرا تدخل داخل تشوف لك كانت تسحب لي معده طيبه. مشيت اخوتي قالت لي ما يمكنش ندير لك شي حاجه اللي هي انت ما قلت ما وصفتيهاش ليا. قلت لها راه وصفت بزاف الاطباء عندكم هنا وفي المغرب وتا واحد كل شيء ماركوا لي نفس التحاليل التلفاز عارف حتى تدير بالد هنا على كرشك ويشوف لك التلفازه وما قال لك والو. قالت لي شوف قالت لي شنو تضرك شنو تدير باش تضرك المعده. قلت ليها مني تنتريني تنهز الثقل تنفيق النهار الاخر ضراني المعده ومحروقه ليا وتنحس براسي ما مريض ماشي هو هذاك. قالت لي ومني تتاكل الدهنيات وداك الشيء قلت لها ملي تناكل الدهنيات تتبغي لي الدهنيات اصلا تنحس بكرشي خاويه باغي لي الدهنيات باغيني ناكل ولكن ملي تنتريني تضرني. قالت لي تكا تكيت اخوتي قالت لي تعصرت وركات قالت لي انت ما فيك لا معده ما فيك لا مصارن داكشي كامل اللي دوزتي ما فيك منه والو. قالت لي انت فيك الفضق. قلت لها شنو هو الفضق. قالت لي هو واحد ملي تكون واز واحد الثقل تتنفجر واحد النفاخه تتخرج من واحد العضله اللي الشبكه ديالها بحال الحولي ملي تذبح الحولي تلقى عنده واحد الشبكه جامعه مصارن رقيقه ياك هذيك هي هذه. صافي ماركات لي النهار مشيت درت التحاليل طلبوا لي 4 تحاليل ديال الدم ديال الجلد ديال كل شيء لقاو الحمد لله داكشي هو هذاك اموري هذيك صافي. قالت لي يا اما العمليه من هنا ل 25 يوم صافي. ماركينا النهار وصلت نهار 19 في الشهر هذا اللي داز دابا ديال ولد البارح نهار 2 مشيت درت العمليه الحمد لله. لكن اخوتي راه صحتك كيف كانت راه ماشي هي ام تتكون فاتح نتمنى ترجع راه مني تكون معك الله راه يكون كلشي مزيان. الله يخليكم والديكم وبما انني عزيز عليا لونطريما وهذا هو السبب اللي خلاني نخرج من المغرب. الله يخليكم والديكم الله يكبر بيكم ولا ما ديرونا لايك ياك واهم من لايك واهم حاجه راني عالم هذا يوتيوب تبقى دار خاص داعوا معنا بالشفاء وجميع المسلمين كلشي كتب اللهم اشفيك يا اللهم اشفيك. سمعتوني دير العمليه حيت اخويا ما كاينش شي حل من غير العمليه في الفضق. تحياتي لكم دعوا معنا بالشفاء الله يكبر بكم الله يخليكم الصحاح طول لكم العمر.